أسبرين. تقديم وإعداد هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2015. بوتين ومسرحيته في سوريا، هل مل الكلب من هز ذيله؟ خلونا نسمع شوالة الصحف لهالأسبوع. بمقالنا الأول بحلقة اليوم، مقال الكاتب علي سفر في موقع أورينت نت بعنوان في ذكرى بداياتها ثورة على ثورات الآخرين. بيقول الكاتب: ليس أمرا مملا أن يقوم أحد ما بتلخيص وشرح أسباب قيام السوريين بثورتهم مرة أخرى بعد 5 سنوات، طالما أن فعل مجابهة الطغيان الطامح إلى التغيير ما زال مستمرا رغم مخالج مساراته السلمية وكذلك العسكرية من كبوات وسقطات وانتصارات وهزائم. تلخيص الأسباب وذكرها وهو أمر لن تقوم أو لن نقوم بفعله في هذه السطور مهماز ضروري يجب أن يعاد إنتاجه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. والضرورة هنا يمكن توصيفها على أنها تلك المعيارية التي يستدعيها السوريون ليحاسبوا كل من شذ عن الأهداف التي خرجوا من أجلها، وهي أيضا وبالتوازي مع الأداة التي تحاجج بها المعارضة المدينة الديمقراطية العالمية كلها أو العالم كله، وأيضا لتحاسبه من خلال تقصيره في إسناد حراكها السلمي وعلى تركها للشعب السوري عرضة لفعل القتل طيلة السنوات السابقة. يعني من المعروف أنه هي ثورة قامت من أجل استعادة السوريين لحق بالمشاركة السياسية، بالكرامة، بالعدالة الاجتماعية، حتى بمعيارية الأهداف، من حقهم أنه يختاروا النظام اللي بيمثلهم، القوانين والدستور اللي بيمثلهم بأي طريقة هنن بدهم إياها. بالنهاية هنن أصحاب أرض وأصحاب بلد. يعني كان نقاش بديهي على هذا الموضوع، كان نقاش ببداية الثورة لأنه أوكي ممكن نطلع مثل ما بيقولوا ثورة ضد النظام ونسقط هذا النظام. طيب بس العالم رح يخلينا؟ يا ترى العالم رح يخلينا نسقط هذا أو هذا النظام؟ بيقولوا أنه هذا النظام ما رح يخلونا نسقطه، ممكن نسقط رأس نظام بس ما ممكن نسقط نظام. ليش؟ لأنه هذا النظام بالنسبة إلهم خدمي، بيخدمون على كافة الأصعدة. بيقول الكاتب: بقدر ما كانت طاقات المجتمع تحاول الخروج عن القيود التي فرضها النظام المافيوي عليها، بقدر ما كانت شراسة القمع تزداد وتقوى، ولهذا كان لابد للسوريين أن يخطوا خطوتهم هذه، ولكنهم لم يتوقعوا كل هذا الخذلان من العالم. مشروعية الثورة على نظام مستبد وجائر لا يمكن لأي عاقل أن يناقشها، ولكن رغم ذلك وجد السوريين بين ظهرانيهم من حاول أن يثنيهم عنها، كما وجد من بين السوريين أو وجد من رأى بأن الثورة يجب أن تكون مفصلة على مقاسه هو، فشكك بها وشيطنها وأطنب في ذمها، وتناغم خطابه مع خطاب النظام ذاته الذي أحالها إلى دوافع طائفية وإلى مؤامرة دولية وإلى غير ذلك من الأسباب. ولكن السوريين وقد أعمل القتل وإرهاب الدولة في شبابهم أدركوا بفطرتهم أن توقفهم في منتصف الطريق سيعيد تاريخا من مذابح النظام فيهم، فلم يرضخوا وأكملوا. لم تأتي الثورة السورية من الفراغ لتذهب إلى الفراغ، إنها فعل الشرف والكرامة لشعب أريد له أن يبقى خانعا وذليلا لنظام الأسرة المافيوية. يعني ببدايات الثورة كانت الناس تحكي وتقول أنه هذا النظام ما بيطلع على سوريا كشعب أو كبلد، هو بس بيطلع عليها ك تركة موروثة وبيحاول يقامر عليها، مرة ببيعها لهون ومرة ببيعها لهون، وبيقامر على هالشعب وعلى مقدراته وعلى خيراته، حتى بيقامر بحريته أو بعدالته الاجتماعية.
من المعروف أنه الناس كانوا بيقول لك أنه ما راح نوقف هون، لأنه إذا وقفنا راح يزيد ذبح النظام وراح يقتلنا أكثر من الأول، راح تزيد المجازر أكثر من الأول. هاي الأسرة المافيوية اللي كشفت وقائع من سنوات الدم الماضية، هاي الأسرة المافيوية اللي كانت حليفة للأنظمة، لروسيا، لإيران، كانت خدماتها كبيرة وكتيرة، خدماتها كانت علنية، في منها العلني في منها المستور، سواء لإيران أو لروسيا أو حتى لأمريكا، اللي كانت على أساس النظام بيتبجح وبيقول أنه نحن نظام مانع ضد إسرائيل وضد أمريكا، وهو كان يخدمهم بذات الوقت. بيقول الكاتب: جرب السوريون خلال سنوات الثورة أساليب مقترحة كثيرة لعلاج سرطان الاستبداد، ولكنها كلها كانت تقوم على علاج سطح الورم وليس على استئصاله، ولهذا من فكت تسقط أمام أعينهم كل مقترحات الحلول التي قدمتها قوى محلية ثم إقليمية ثم دولية. وفي الآن ذاته جرب الكثيرون مما قالوا بأن الثورة ثورتهم أن يقودوها على طريقتهم، ولكنها كانت كالفرس الحرون لا تمكن أحدا من امتطائها، وهذا قد ذهب بها إلى حيث تريد. هنا نتحدث عن قوى إسلامية وأخرى علمانية، والله مو بس قوى إسلامية، قوى علمانية كمان، وقومجية وشيوعية وليبرالية وسلفية، كل هؤلاء أو كل هدول كانوا يتساقطوا على المذابح الأخلاقية. بيجي بيقولك أنه الثورة لا يجب أن تكون هكذا، وكل واحد فصل على مقاسه، وكل واحد فصل عباية وفكر حاله موعود بسوريا. حتى الخارج نفس الشيء، فكر حاله وقسم على كيفه، والكل وعد حاله بسوريا. إيران وعدت حالها بسوريا، روسيا وعدت حالها بسوريا، النظام وعد حاله بدولة علوية، وما حدا سأل عن هذا الشعب. يمكن اللي بيصير هلأ بالمناطق مناطق النزاع بالعالم العربي، أو النزاع، أو خلينا نقول القمع للثورات، حتى بعد ما ثار الشعب ضد الحكام، اجوا هدول الناس اللي بسموهم علاقات النظام. هدول علاقات النظام دايما بيلزقوا بجسم أي حدا بيقوم بثورة ضد هاي الأنظمة، بتمتص دمون و بتجعل عيشتهم جحيم، حتى بتدمر مستقبلهم، وبتخليهم يحاولوا ينحرفوا عن مسار الثورة. فاصل ونرجع. بمقالنا الثاني بحلقة اليوم، مقال الكاتب محمد مشموشي بصحيفة الحياة بعنوان: هل يستطيع خامنئي ونصر الله النوم أيضا؟ بيقول الكاتب: عندما وجه صحفي ألماني من منطلق إنساني وربما آدمي فقط سؤاله إلى رأس النظام بشار الأسد: هل تستطيع أن تنام؟ لم يخطر في باله ولو للحظة واحدة أن يأتيه جواب الأسد بهذا الشكل: أنا أبحث عن ساعات للعمل وليس للنوم. كانت في ذهن الصحفي وهو يوجه سؤاله صور الآلاف من النساء والأطفال السوريين يغرقون في البحر وهم يهربون من بلدهم أملا في بلوغ شواطئ أوروبا، وعشرات آلاف يقيمون في العراء على الحدود المقفلة أمامهم، وأكثر من 300,000 قتيل وضعفهم من الجرحى والمعوقين، وملايين المشردين داخل بلدهم وفي جواره القريب والبعيد. كانت في ذهنه أيضا المسؤولية التي يتحملها الحاكم عندما يستخدم السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة ضد شعبه، وإمكاني مجرد إمكان أن يؤثر ذلك نفسيا فيه كإنسان قبل أي شيء، وتاليا على عدد ساعات نومه أو نوعه، عميقا مثلا أو قلقا أو متقطعا أو غير ذلك. ليس خافيا أن الأسد لم يكن موجودا قبالة صاحب السؤال، لا كحاكم مسؤول عن مصير بلد وحياة شعب، ولا كإنسان أو ككيان بشري خصوصا. لهذا جاء جوابه على الشكل الذي جاء عليه: التفتيش عن المزيد من الوقت لإنزال المزيد من التدمير بالبلد والبطش بالشعب السوري. يعني هي الصورة اللي بتظهر أبشع، يعني مو بس عند كل صحفي أجرى مقابلة مع رأس النظام، لا كمان بعيون كل من قرأ وكل من سمع كمان.
يعني بيطلع الواحد على 5 أعوام كاملة من ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد من بدايتها لحد الآن. واضح كان أنه هذا رأس النظام هذا ما بيشوف البلد بعيونه، لأنه ما بيشوف قرابة نصف الشعب هجر وقتل وحرق ونزح ومشرد بالعراء، ما بيشوفوا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين، دمار واسع بالقرى والمدن والبنى التحتية بصورة كاملة أو جزئية. بعدين بيقول لك أنه لا، أنا أبحث عن ساعات للعمل، أنا أبحث عن ساعات للقتل أو للمزيد من القتل، هيك عم يقول، أنا بدي وقت أكتر لأقتل زيادة. مثل ما أنا فكر حاله سلطان زمان وعم يوعد حاله بدولة، ومثل ما قلنا هي تركة، بفكر حاله عم وارد تركة عم يقتل بها الشعب، باع الشعب نصه لسوق اللاجئين والنص الثاني أطلق عليه أحكامه، شي بالسجن وشي بالمعتقل وشي بالمجهول. بيقول الكاتب: لا يمكن تخيل أن يعمد هذا، أي رأس النظام، فيما تحاصر قواته والميليشيات التي استدعاها من الخارج مئات الألوف من السوريين وتمنع عنهم الغذاء والدواء، إلى شن حملة لا تتوقف على دول ومنظمات أممية وإنسانية خاصة التي تحاول تقديم العون للمحاصرين، وحتى أن يظهر كمن يمن عليها عندما يقرر فك الحصار مؤقتا للسماح بمرور المساعدات، بل أبعد من ذلك، إنه يتهم الدول والمنظمات هذه بالتآمر على سوريا وبأنها تلعب دورا مخابراتيا وعسكريا ضدها، بينما يعرف القاصي والداني أن أحدا من حلفائه هو روسيا وإيران والعراق لم يقدم حبة دواء أو سلة غذاء واحدة للمحاصرين هؤلاء، ولو إلى جانب أطنان القذائف التي يمطرونهم بها منذ سنوات. مع ذلك كله، فهذا الأسد أو رأس النظام الاستثنائي جدا والذي يسمع الأوصاف التي تطلقها عليه غالبية زعماء العالم من أنه فاقد للشرعية وقاتل شعبه، لا يرى لزوما بعدما مر به منذ بدء الثورة ضده لا للأرق في النوم وما قد يؤدي إليه من عزوف أو استقالة على خلفية ما يعانيه شعب في بلده من تشريد وجوع ومرض وبرد في العراء، ولا حتى للاعتراف بالحقائق السياسية الجديدة في هذا البلد بعد 5 سنوات كاملة من القتل والتدمير على يديه وإيدي حلفائه. ليش؟ في ناس أو في محللين بيجزموا بأنه الأسد لم يعد يمتلك أو يملك ما يمكن أن يقوم به، حتى لجهة الأرق بالنوم أو أنه يستغرق بالنوم عميقا. من المعروف أنه قلت مراهناته، خسر كل الأوراق اللي كان بيلعب فيها، أوراق الطائفية، أوراق النعارات، أوراق القتل والتهجير، أوراق الحصار، من المعروف أنه خسر كل هاي الأوراق. حتى بلبنان اللي كان بفكر حاله انه ممكن انه هدوء سوريا سيكون ايضا هدوء للبنان، الاحداث بسوريا ستدفع ضريبتها لبنان. يعني كمان ما وجهه سؤال لكل من الرئيس الايراني حسن روحاني او لزعيم حزب الله حسن نصر الله، انه يا ترى كمان انت بتقدر تنام؟ هذا السؤال اللي كنا بدنا نسأله للمرشد وللسيد حسن نصر الله، من دون ما ننسى طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فاصل ونرجع. مقال نشر بصحيفة العربي الجديد بما يخص الصحافة اللبنانية المكتوبة، وهنا في هذا المقال نطرح الأسئلة: إلى أين تنحدر الصحافة اللبنانية؟ منها ما يعاني من كوارث بسبب المضمون، ومنها ما يعاني من كوارث بسبب الحالة المادية. المقال بيقول: يبدو أن يوم 15 من آذار يوم
تحول ليوم كارثي أسود على الصحافة اللبنانية المكتوبة. البداية مع صحيفة السفير التي أرسلت كتابا معمما إلى موظفيها وصحفيها تبلغهم فيه أن عشية العيد 43 لإطلاق هذه الصحيفة المميزة وذات الدور التاريخي نواجه ظروفا وتحديات صعبة. هذه الجملة كانت تمهيدا للمفاجأة في المقطع التالي: في مواجهة هذا الواقع الصعب نطرح الاحتمالات جميعا للنقاش بما فيها التوقف عن الصدور، المرشح بأن يزداد صعوبة في المرحلة المقبلة. كان من الطبيعي أن يبادر مجلس الإدارة، وفي انتظار تبلور القرار تستمر السفير بالصدور حاملة شعاراتها ومواصلة التزاماتها. تمهيد صحيفة السفير لتحويلها إلى موقع الكتروني فقط جاء بالتزامن مع كلام غير مؤكد يتردد عن نية صحيفة النهار الأقدم في لبنان التحول إلى صحيفة إلكترونية. والله القصة مو قصة تحول، يعني حتى لو تحولت صحيفة السفير مثلا لصحافة إلكترونية ولا مهما كانت، يعني سواء كانت مكتوبة ولا إلكترونية بيضل المضمون هو أسوأ. يعني بيقولوا هلا انه الانهيار اللي بتشهده هاي الصحيفة هو انهيار مادي، بس كمان فيكي يا صحيفة السفير تستطلعي آراء بالعالم العربي وبلبنان خصوصا قديش مدى الانحطاط المادة المكتوبة على أوراق الجريدة بصحيفة السفير. سواء تحولت الإلكترونية مثل ما قلنا أو ضلت مكتوبة، ما راح يتغير شيء، السوق بالمضمون. فيا ريت لو تغيري المضمون وما تناقشي قضايا مو لإلك وتعدي بس انه تصيري صحيفة اللي بس لمجموعة حكام او اللي بيجي يلا بنعتنقه وبنقعد نكتب بجرايدنا عنه وبصير يؤله بهي الجريدة. المهم نكمل. يتردد أو يردد أن هناك توجها لصرف الموظفين في المؤسسة مع دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم. أما صحيفة اللواء فأبلغت موظفيها بمذكرة مطبوعة عن فتح باب الاستقالات، جاء فيها عطفا على إجراءات التقشف الأخيرة وإفساحا للمجال أمام الزملاء لاتخاذ الخيار المناسب لكل منهم. تقرر فتح باب الاستقالة أمام من لا يستطيع الاستمرار في العمل في هذه الظروف القاسية. تأتي كل هذه القرارات في وقت تعاني أغلب وسائل الإعلام اللبنانية من أزمة اقتصادية خانقة. يعني أمثال صحيفة السفير اللي ما عم تقدر تدفع لموظفينها، هذا دليل أنه كانت تشتري للموظفين مو بالمبدأ أو بتقدير للكتابة أو للمادة المكتوبة أو للخبر المكتوب أو قديش رح يأثر على الناس. الشيء الوحيد اللي كان تحتوي جريدة السفير هي بس انها بتشتري الصحفيين مشترى، واللي بيقولوا والرخيص على حاله ورخيص بكتاباته ولا رخيص برأيه حتى ما مشكلة بيروح على السفير. بس بغض النظر يعني سواء ما ضل مع مصاري مثل ما قلنا، احتمال إذا تحولت لصحيفة إلكترونية وخفضت عدد الصحفيين نشوف مواد مكتوبة غير أو تصير أحسن شوي، لأنه كان مضمونة وهي مكتوبة وهي وفي عدد صحفيين أكتر شريتون، ممكن تصير للأفضل. فاصلوا بنرجع. بالفقرة الأخيرة من برنامجنا رح نستضيف فرد من أسرة أورينت، صاحب فكرة ومعد برنامج أسبرين السابق حازم العريضي. أهلا وسهلا فيك حازم. يسعد مساكن. يسعد مساكن. هلا هادي، كيفك؟ تمام كيفك؟ عم تسمع حلقات أسبرين أول بأول أكيد يعني. طبعا تمام. قبل ما نبلش بدي سمعك هالمقطع من أحد حلقاتك اللي قدمتها. يعني هلأ أنت من قبل كنت السائل وهلأ صرت المسؤول، وإن شاء الله توقعاتك تزبط. خلينا نسمع. يا سيدي بكل الأحوال مبسوط هيك معكم. خلينا نسمع. يلا. بالتالي بشوف بناء عليه أنه التدخل الروسي بده يساوي نوع من أفغانة سوريا طويل كتير على رقبته مهما طالت، وأفغان سوريا هو فعلا ممكن يكون بأوهام النظام وبأوهام طهران، بس القوى العالمية إلى كتير من الأسباب أن تمنع موضوع أفغان سوريا. إلا هيك بالفترة هاي المستقطعة هلأ إذا بيحبوا يجربوا شوي جنود الروس شو يعني يحارب واحد على أرض غيره بطريقة الاحتلال أمام إنسان عم يدافع عن أرضه. وبالنهاية مثل ما كتار بيقولوا راح نشوف بالمقال القادم للأستاذ حافظ قرقوط
القرار هو للسوريين الموجودين على الأرض اللي بفصلوا توابيت لكل مين بيحب يفوت على أرضهم يتعدى عليهم. هلا يمكن البعض من هدول المتبقين من اللي بيوالوا النظام أو جماعة إيران بشكل عام بيتضايقوا وبيبين من تعليقاتهم على صفحة الفيسبوك على صفحات التواصل الاجتماعي لما نكون عم نحكي عن الواقع الحقيقي بالنسبة لدور إيران وانهيار النظام والتفاصيل هاي. بس مع هالشي نحن بيخطرنا نقولكم أنه الموضوع ما له علاقة يعني بالتهجم، عم نحكي وقائع فيكم أنتوا أنه تتنوروا شوي تلاحقوا حالكم تلاقولكم بلد تلجأوا فيه، بس مو مشان شي. على كل حال خاصة أنه هالكم يوم الطبل والزمر شغال خاصة هاليومين الأخيرات، وبالتالي وبالتفاصيل ولو على حساب كتير من الدم وكتير من تضحيات لعبد مو سوريين، لكن بيوصل لخلاصة الأستاذ حافظ برقوط أنه عساب كل هذا الدم وكل هذا العذاب، لكن بكرة رح يكون في تغير كبير كتير بقادم الأيام، وراح يكون بالنهاية على اللي بيبقى من السوريين راح يكون كتير مهم انه عم يكتبوا تاريخ جديد. كيف؟ بيقول بناء على تفاصيل كتير بيذكرها بعدين والمقال طويل للحق ووقتنا ما بيسعفنا، بيقول: وعلى هذا فإن ما تفعله أو ستفعله روسيا على شواطئ المتوسط وفي سوريا هو من أهم مراحل التاريخ الذي ستعبر فيه سوريا من دولة متهالكة خارجة من حرب طويلة وعدوها كان نظامها السياسي إلى دولة تتحكم بالتوازنات الإقليمية، وإن بعد حين بحيث سجل على أرضها انهزام الأسد وإيران والروس والغطاء الأممي ومرتزقة العالم بأسره في محيط عربي مخدر، لكنها وبثقة التاريخ الذي ساهمت فيه بقوة لن تعيد الروس إلى سيبيريا كما فعلوا بالشيشان وحسب، بل سيؤكد الثوار السوريون للعالم أن البحر المتوسط الذي أكلت أسماكه لحم السوريين الهاربين من إجرام الأسد هو ذاته بحر الحضارات التي لا تطيق قفزات الدببة ولا استعراض الأرانب بالسيرك. يعني سمعت، بدي أسألك شو كنت حاسس وقتها وانت عم تحكي، يعني وكأنك كنت حاضر أو كأنك كنت راسم الصورة كلها. هذا هو شعوري مثل شعور كثير من السوريين، يمكن إذا بتسألني عن شعوري بهديك اللحظة كنا حاسين بكثير من القهر. هذا للحق اللي عم بيصير بسوريا وكل التجربة اللي عم نعيشها كلياتنا هي صراع إرادات بالدرجة الأولى، مع أنه كتار عم يحسبوا الموضوع على أساس شو عندك رجال وشو عندك سلاح وشو عندك مال. السوريين عم يصارعوا بإرادتهم، لهيك بهديك اللحظة كانت الفكرة هي أكتر منها تكون تحليل أو أكتر منها تكون قراءة لبكرة، هي كانت الشيء اللي بتتمناه، وممكن حدا يجي يتهمك يقول لك انت عم بتفكر تفكير امنياتي، هيك بيقولوا عنه بالانجليزي مثلا. لا، هي امنيات، لانه كل شيء صار بسوريا اصلا هو امنيات وعم بتحقق يوم بعد يوم. يعني انطلاق ثوره اصلا. شو احساسك هلا بعد شو احساسك هلا بعد ما ابو علي بوتين، هذا الوصف انا اخذته منك، يعني هذا دائما انه ابو علي بوتين امر قواته بالانسحاب من سوريا. بوتين هو قزم هتلر، يعني يتشبه بهتلر لكن هو امام هتلر هو قزم، يعني الثمن اللي دفعه هتلر بعدين رح يدفعه بوتين. اما على الاقل هتلر يمكن كان وجوده بالتاريخ افضل بكثير من اللي رح يكون فيه بوتين، لانه بحلقه تانية من أكبرين بهذيك الفتره، وخاصه انه الحلقات اللي كانت بهذاك الوقت تحديدا كان الفريق بشكل عام عم يفكر دائما انه التركيز تبعنا هو بالنسبه لشيء اسمه احتلال روسي. فبالتالي كان احدى الحلقات كمان بتحكي عن بوتين، بتحكي عنه كمرابي فايت مقامره يطلع بلحظه بس يزبط معه السعر على بيعه بشار الاسد. بكل الاحوال شعور بالسكينه لما يشوف الواحد مرحلة من مراحل انقطعت بسوريا، وشعور بالحماس للمرحلة الجاي اللي على شعور بالحماس للمرحلة الجاي. إذا كنت هلأ موجود باستوديو راديو أورينت وعم تقدم أسبرين، شو ممكن تقول أو تتوقع لهي المرحلة الجاي كأنك هلأ قاعد؟
القصة قريبة، بضم صوتي لصوت اللي بيقولوا القصة قريبة والخلاص للسوريين قريب. وما بيطول، هي الحلقة اللي انت جبت منها شيء ذكرنا فيه هادي بحكي فيها عن قصة العمالة المؤقتة لبشار الأسد. بالضبط. لأنه العمالة المؤقتة لبشار الأسد تفرق كثير على عمالة أبوه اللي كانت عمالة حتى يوم موته. حتى يوم موته. أما الغير مدرك أنه بشار الأسد عمالته كثير مؤقتة. بالضبط. وأنه ضل بجلباب أبوه. بالضبط. بالضبط. بدي أشكرك حازم العريضي، كنت معنا ببرنامج أسبيرين. شكرا لك. سمعنا شو قالت الصحف للأسبوع. للاستماع لحلقة البيست أوف فيكن تتابعوا صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. إلى اللقاء. تقديم وإعداد هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2015.